أخويا هو عسكري انحكم 5 سنوات وشهر. نعم، 5 سنوات وشهر، عن شنو التهمة؟ والحكم مجاهي، فمشمول بالعفو، والحكم مالته أني المخدرات، بس هي 80 حطية، بس من سجلات باسمه. جريمة مخدرات؟ اي جريمة مخدرات، بس ما كاتبين عليها تاجر، بس هي مو إله. يعني لربما حيازة مخدرات او كيف انت شايلهم وهو ما يعرف شنو، حاسبوه 5 سنين وشهر والحكم مجاهي. ايش قد قضى منها نور؟ ايش قد صار من المدة مقضي اخوك بالسجن؟ مقضي 2 سنة وشهرين. سنة وشهرين. اي ماشي، واضح السؤال. فسؤالك هل هو مشمول بالعفو او لا؟ مشمول بالعفو، وهم علي غرامات فلوس. دكتور العفو، نرجع لسؤال الأخت المتصلة. عندها أخوها محكوم 5 سنوات وشهر عن جريمة حيازة مخدرات أو ما شابه، فهل مشمول بالعفو أو لا؟ دكتور، مبدئيا هو ما مشمول، لأن أكو استثناءات في المادة 5، ولكن في حالة واحدة. نعم. أنا حسبت المدة خلال الفترة اللي استغرقتها. نعم. الآن يعني ولم يقضي ثلث المدة، مقضي سنة وشهرين. نعم، لم يقضي ثلث المدة. لو كان قد قضى ثلث المدة لكان هناك استبدال. نعم. يجوز له الاستبدال. نعم. ولكن أنا برأيي، لأن هذه اللجان ستعمل لمدة سنتين. نعم. ربما من الآن إلى سنة هي تستقبل الطلبات، ربما بعد يكون قد استوفى شرط المدة. ربما بعد يعني خلال فترة عمل اللجان من الآن إلى سنة أخرى. نعم. ربما يكون قد قضى هذه المدة ويقدم طلب قبل انتهاء السنة. نعم. من عمل اللجان، وبالتالي يستفاد. أما الآن هو لا يستفاد، لأن شرط الاستبدال في المادة 7 أنه يجب أن يقضي ثلث المدة وهو لم يقضي، وهو لأن من الجرائم المستثناة تجارب المخدرات. نعم.